هذه مشاهد من ولاية في الجزائر سميتها ولاية باتنا. خليكم من داكشي العشوائي ومن المنظر الغير جميل جدا، ولكن ركزوا معايا على السيتيرنس ديال الماء. ما كاينش شي منزل ما فيش في السطح هذيك السيتيرن الكبيره باش يخزنوا المياه. حنا هنا بطبيعه الحال كمغاربه الاخلاق ديالنا معروفه، حنا ما كنشمتوش في الناس، والجفاف راه على الجميع كيف ما على المغرب على بزاف ديال الدول. غير حنا هنايا كنهضروا على النظام الجزائري الذي يعادي المغرب، واللي كيصرف الاموال ديال الجزائريين على البوليزاريو وعلى جمهوريه الريح. هذا النظام هذا كان عنده عقود وعقود باش يصاوب البنيه التحتيه ويدير تحليه المياه ويبني السدود، ولكن ما كانش مثالي، كان مقابلين غير المغرب ويصرفوا دم جوفهم على البوليزاريو. شوفوا مثلا الدول ديال الخليج، ما فيهم لا جبال، ما عندهم لا انهار، الاغلبيه ديالهم مجرد صحراء، ومع ذلك ما كيعانيوش هاد المعاناه اللي كتعانيها الجزائر من هاد المشكله ديال المياه. الجراروة اللي كيعادي المغاربه الشرفه راه كيتعرى، وراه داكشي اللي خدامين تنديروا معكم لعل وعسى تفهموا وتستوعبوا الامور كيفاش غاده. اي خطوه او اي دولار كيتصرف ضد المغرب او للبوليزاريو او لجمهوريه الريح او لاي جمهوريه وهميه في المستقبل، هذاك الدولار راه كيكون على حسابك انت، غتعيشوا فقر ومجاعه وغتعيشوا متشرد، لا بنيه تحتيه مقاده، لا مياه متوفره، وسير كمل ديرها في الميكا. اهلا وسهلا بالمهبطين والمفتزين الكرام. قبل ما نبداو الحلقه التهبيطيه ديال الميكسور، يعني عندنا بزاف المقاطع متنوعه، بغيتكم اخوتي العزاز اللي مازال ما مشاركش في القناه ديال انا سوب يمشي يشترك عنده، راه غادي يدير واحد القناه احتياطيه لان القناه الرئيسيه ديالو مهدده بالاغلاق. بان ليا كاع دوك القنوات اللي فيهم السر غادي يمشيو، وغيبقاو لكم غير القنوات ديال شاهد حلف النيتو يتدرب مع المغرب ضد الجزائر، شاهد عبد المجيد كدبون يطير الى الرباط، شاهد فرنسا تنهزم، شاهد اسبانيا تركع للمغرب، وشاهد وشاهد وكبسوا ولا تعبسوا. خوتي العزاز، القناه ديال انا سوب معروفه بزاف، دخلوا عندها شجعوها. واخا انا عارف انه بزاف ديال المهبطين الكرام مشاركين معاه، ولكن ربما الناس الجداد اللي معنا ما تيعرفوش يدخلوا عنده ويشاركوا عنده. غنخلي ليه القناه ديالو في اول تعليق. الى حتى حدي وحنا في تاريخنا في الجزائر منذ الكاهنه، منذ السومر، منذ يعني تاريخنا القدم، المراه الجزائريه بطله، يعني ماهيش حاجه جديده، المراه الجزائريه ملكه وبطله وقائده. انا اول مره كنشوف شي شعب يفتخروا بالكاهنه، نقول بعد المراه الامازيغيه واش كاين شي واحد كيفتخر بالكاهنه؟ ياك نتوما دابا مسلمين اجاب الكاهنه الهضره. ولكن هذيك الفضيحه ديال البوكيت الورد ديال البارح، هذيك الفضيحه العالميه، كتاكد مره اخرى عند وزير التجاره حتى هو ما قدرش يقدم لهم الورود. بان لي القضيه فيها ازمه ورود من بعد ازمه الحليب والخبز في الجزائر، وعطيوهم غير وريضه وريضه الوحده، وغير تكون غير بلاستيك، المهم غير لوجيست كيف ما تنقولوا. حشومه يا وزير التجاره تعطيهم فقط العطور، وبان لي العطور سوق ممتازه في الجزائر، راكم عارفين القصه ديال العطور في فرنسا. فرنسا في السابق تاريخيا كانت مشهوره بالعطور، هي الاولى اللي كتصاوب العطور لانهم ما كانوش كيدوشوا، وبانت لي التجربه الفرنسيه ديال العصور الغابره تعاد في الجزائر في 2024. معاكم عارفين قله المياه كتجي مره في الاسبوع ولا مره في 15 يوم، راه العطور هما اللي خدامين. مسلسل بغيت نعيش حياتك مازال مستمر مع ولاد الحيوان، والمشكله كيديروا التقليد الصيني، يعني التقليد المشوه جدا. اش داكم من النفار وانتم ما كتعرفوش ليه؟ اش هذيك طي طي طي؟ واش شي فيات 500 كتكلاكسوني حداكم، ولا شنو هذاك التخربيقه اللي كدير؟ صدق من قال اللي ماشي هو انا، الكراغله عبيد الثقافه والتقاليد المغربيه. نروحو نحضرو كيف هاد لاتاي اللي تعلمتو على راجل خالتي بمقادير مضبوطة، ويجي سوسوة كيما تاع المحلات. تبعو معايا، عندي 4 كيسان تاع الماء نحطو فوق النار حتى يغلي، القاعدة تقول 4 كيسان ماء بنص كاس لاتاي ونص كاس سكر. تانية كنت سخنت شوية ماء اللي راني رايحة نغسل فيه لاتاي ديالي، نخلطو مليح باش يطلق كامل هذيك الغبرة، ونصفيه في هذيك الكسرونة بعد ما غلالي مليح هذاك الماء. زدتلو شوية نعناع يابس اللي يقعد اختياري، نقصتلو كامل على النار وغطيتو، خلوه يغلي أقل شي 4 ساعة.
بعد ما طاب صفيته وضفت له هذاك السكر واللي هنا نورمالمون نشحرو سكر واللي هنا نورمالمون نشحرو وانا ياكم ما عنديش الوقت طلعت هذيك الغوا بالبغا ميكسور ولو كان يفيق لي راجل خالتي يندبلي تحسوا لاتاي ديالكم تقال وشوفوا لي وعلى هذا الحساب هذا راه ما بقاش اتاي هذه راه ولات محيه هذه ماشي اتاي حتى كيفاش اتاي كيدار بهذيك الطريقه وكطحنوه بالميكسور وراه ماشي تجربه شخصيه نقولوا راه هي بغات تخترع ودارت شي تخربيقه راه قالت لك خدات الوصفه من عند راجل خالتها اللي هي وصفه كتخرج لكم اتاي بحال داكشي اللي كنشريوه في الزنقه يعني اتاي اللي الجزائريين كيشربوه هو هذا كيديروا فيه السنيده وداك التخربيق وكيجفوا اتاي وكيطحنوه بالميكسور وتقول غير صوبه هذه ولا المحيه هذيك الطحنه ديال الميكسور قال لك باش دير الرغوه حيت هو اصلا عمره ما يدير الرغوه الا طيبتوه بهذيك الطريقه وفينا هو البراد وفينا هي السينيه وفينا هو السكر وفينا هو وفينا هو وفينا هو راه قلنا لكم ولاد شحيبر كيعرفوا ينقلوا غير في المواقع والفوتوشوب والتلوين كيفوتوهم المواقع ويكيبيديا والتلوين والطباشير كيحصلوا كيبقاو يديروا هاد الاختراعات وانا متاكد ان هذاك راجل خالتها راه مغربي غيكون من نواحي ديال وجده ولا بركان ما بغاش يعطيهم الوصفه وخربق لهم التخربيقه هذه ومشاو تيتناقلوها وتبيعوها في المحلات انا راه ضحكاتني فاش قالت لك الوصفه اللي كتباع في الزنقه في المطاعم الكبيره في الجزائر هل انتم بعدا عندكم شي مطاعم كبيره صراحه اتاي وتعديتو علي شي واحد الا شرب هاد اتاي في السحور الصيام ديالو محال واش يكون مقبول يعطيكم الصحه بارك الله فيكم وما محتاجين حتى واحد يقول لكم يعطيكم الصحه لان الانسان اللي حب يدير يعني انجست باري ماشي ينتظر لا جزاء ولا شكورا من اي كان ولذا من باب فقط مبادئنا وقيمنا ما دام انكم انتم راكم اليوم حطيتوا مبادئنا وقيمنا في اعلى الهرم لكن كذلك نقول للمحسن احسنت وهذا يعني فضاء اللي اعطيته هنا باش نقول لكم بارك الله فيكم ومن خلال هذه المبادره برهنتم على ان الجزائري ليس جشع على ان المتعامل الاقتصادي ماهوش تاع بروفيتاج برك يستنى في لاوت سيزون باش يطلع وباش انه دابا بالله عليكم واش كاين شي وزير في هذا العالم تيقول بروفيتاج شنو هي هذا البروفيتاج هذه واش هذه الكلمه خوتي الناس اللي كيتكلموا اللغه الفرنسيه بطلاقه واش هذا البروفيتاج كاينه المهم الوزير ديال التجاره الجزائري الفاشل بحال خوتو اللي قبل منه قال لك الجزائري ماشي جشع راه صراحه عندك الصح لانه المشكل الكبير هو انكم دوله تستورد كل شيء يعني لا تنتجون بالكميه الكافيه للشعب ديالكم كتستوردوا كل شيء وباش تحافظوا على العمله الصعبه باش تصرفوا على البوليزاريو وعلى العداء ديالكم للمغرب كتجوعوا الشعب ديالكم يعني القضيه ما مطروحاش على مستوى الجشع كاين تجار في الجزائر كيستغلوا هذا المشكل اللي دايره الدوله للشعب الجزائري باش تصرف ضد المغرب وكيرفعوا الاسعار ومن حقهم لان اي ندره ديال شي ماده كتعني الرفع في الاسعار هذاك هو القانون ديال العرض والطلب ولكن وزير التجاره بديتيها بالقاصح وقلت لهم غادي نضربوا بيد من حديد وسنراقبوا وسنسجنوا وغنطبقوا قانون المضاربه قلنا ماشي مشكل ما غتطفروش مشيتي عاوتاني قلتي لهم حقاو الواد غادي ندخلوا كميات معتبره من اللحوم ومن المواد باش نضربوا المضاربين قلنا لكم ما غتصدقش وما غيدار حتى شي حاجه صافي استسلمتي وليتي مدوز دابا طليب ورغيب وعافاكم يا المحسنين دابا وزير التجاره كيطلب من الشركات اللي كتستورد ما يرفعوش الاسعار ويديروا الحسنات وشوف على دوله كتخسر قال لك مليار دولار على البوليزاريو سنويا من غير المصاريف الاخرى كل عام كيعطيوهم مليار دولار باش يخلصوا الوزراء ديالهم والانشطه ديال البوليزاريو ضروري البوليزاريو تعيش وتعيش مع دوك الناس اللي كاينين في القياطن وضروري بوصبع يتعذب هذيك مليار دولار اللي كتعطيوها سنويا للبوليزاريو كون راه حلت لكم شلات المشاكل كون راه جبتو بزاف ديال اللحوم المجمده من البرازيل والمخنوقه من طرف سانتوس كون راه جبتو بزاف اللوبيا بزاف العدس بزاف ديال الحوايج اللي محتاجينو دابا كون راه كاع ما كنشوفو وزير التجاره في الجزائر كيطلب وكيرغب الشركات المستورده انها ما ترفعش الاسعار ديالها اي بروفيت مع الظهر الجزائريين لان الحمد لله قدرتنا الشرائيه لاباس بها مقارنه ببعض الدول خاصه الجاره لكن نقول بلي دائما فينا ناس يعني يطلبوا اننا نوقف بجنبهم وزير التجاره كيتكلم بطبيعه الحال على المغرب قال لك حنا القدره الشرائيه في الجزائر لاباس بها مقارنه مع دول الجوار خاصه الجاره يعني كيتكلم على المغرب طبيعة الحال هذا الكلام هذا موجه للداخل الجزائري اللي ما يقدرش يقارن مثلا القدره الشرائيه اللي كاينه عند المغاربه مع القدره الشرائيه اللي كاينه عند الجزائر
وما نمشوش بعيد، نمشيو نشوفو غير السميك. السميك في المغرب مقارنه مع الجزائر راه فايتينكم سنوات ضوئيه. واخا عندكم البترول والغاز في الجزائر، يلا كتعطيو السميك 1200 درهم مغربيه او 120 اورو الا بغينا نقولوها بالاورو، زياده على انه اورو واحد او دولار واحد كيساوي 298 دينار. هادشي في الصرف اللي كاين في الانترنت. اما في السكوار السوق السوداء ديالكم اللي هي السوق الوحيده ديال العمله في الجزائر، راه كتساوي اكثر من 300 دينار وانت طالع الفوق. فغير بالعقل، نتوما كتستوردوا كلشي، يعني كتشريو بالدولار. الجزائري الدولار كيساوي لي تقريبا 300 دينار. فاين قدره شرائيه كتكلم عليها؟ وا وزير بوجغلول، وا وزير التجاره، وكنتي تدوزها ما كناش غادي نحكوا لك على الدبره. ها انت دابا جبتي المغرب وانت غتسمع ما لا يرضيك. واش فراسك وزير التجاره بانه الاستاذ عندكم في الجزائر كيشد 2500 درهم ولا 3000 درهم، والاستاذ عندنا في المغرب؟ وبلا ما نقول لك حيت غادي نصدمك وغتبقى تبكي ليا، فما يمكنش تكلم ليا على القدره الشرائيه او وزير التجاره. وكيف يعقل انك تطلب وتترغب في الشركات باش ما يزيدوش الاسعار وانت كتكلم على القدره الشرائيه؟ ياك نتوما عندكم البترول والغاز خصكم تكونوا بحال الخليجيين، ما تضربوا حساب تشري البياسه، ما تضربش حساب الثمن ديالها. نتوما كتبكيو مازال في الاخر ديال الحلقه غنقول لكم علاش كيطلب الشركات وكيرغب فيهم وشحال غادي ينقصوا لي من دينار. ولكن في اطار ان الشعب الجزائري عاجبو هادشي فهو لح لهم هاد العظيم غيلصقوا فيه. حنايا في الجزائر حنا راه خير من المغرب وعندنا القدره الشرائيه. نتوما راه عندكم القدره البدائيه ماشي الشرائيه. منين اورو كيساوي 298 دينار مقارنه مع اورو كيساوي 10 11 درهم، فهنا غتفهم بانه ما عندكم لا قدره شرائيه لعبوا الريح، خاصه انكم كتستوردوا كل شيء بالدولار. تضامنا وتقربا من الله عز وجل، وان شاء الله تكون مكتوبه في ميزان حسناتكم، لانكم نقصتوا في الاسعار كما كنت نقول للاخ كمال، لكن طلعتوا في ليزاكسيون تاعكم مع ربي سبحانه في هذا الشهر الكريم. يعني وهذا احسن تجاره واحسن استثمار اللي قمتوا به. اذا وفينا هي مراقبه الاسعار؟ وفينا هي ضخ كميات معتبره كيقتلوهم بهذيك معتبره سيارات، عدد سيارات معتبر، مواد اوليه معتبره، الدجاج المعتبر، كميات معتبره، ما كاين لا معتبره لا والو. ها هو في الاخر قلبها طلبه، تيطلب فيهم ويرغب فيهم، عافاكم الشركات نقصوا شويه الثمن، عارفكم مضرورين وعارف كاينه ندره في المواد وعارف ما كنسمحوش لكم تستوردوا كل شيء اللي بغيتو، ولكن عافاكم يرحم باباكم، عافاكم نقصوا الثمن، راه غيجري عليا كذبون في رمضان. وعلاش ما صدرتوش؟ مازال شويه ما تما ما كنا جاهزين، ما كناش جاهزين ان شاء الله من هكا يحلوا المعبر محلول. ماذا بينا الاشقاء الموريتانيا ان شاء الله المعبر محلول والبنك محلول والطريق راهي تتحل، يعني واش حبيتوا تزيدوا؟ هذه هي الفرشه اديسيون، هاد البلاصه هذه كاينه في تندوف المحتله، داروا نشاط جديد وما عندهم مع الانشطه، كيخلقوا شي حاجه من والو، يعني ما كاين حتى لعبه ما كاين حتى شي حاجه، كيديروا شي نشاط وكيصوروه في التلفازه، ويوميا ما كاين غير اسرح القطيع علشان الباقة بالطيع. فهاد المنتدى هذا بغيت تصور قدام الكاميرا ساعه الفرشه اديسيون فضحهم هذاك السيد، هذاك صاحب الشركه قال لهم ما كنصدروش، قالوا لي علاش ما كتصدرش؟ واش نتوما ما جاهزينش؟ دان الخاطر الوزير قال لي ما جاهزينش، وكنتسناو المعبر الحدودي مع موريتانيا يتفتح. الوزير في الاول ما تسرطعت ليش، ما عجبوش الحال وبقى مخنزر. هذاك المسؤول ديال تندوف المحتله اللي كاين تما بدا تيضحك، قال لي راه المعبر مفتوح زعما راه ما فراسوش، وراه المعبر واخا يتفتح فين هي الطريق؟ واش الناس يمشيو يتلاحوا في الرمله؟ وانت عاد كنتي كترغب في الشركات وكتهضر على التصدير، واش كاين شي وزير تجاره في العالم تيقول الشركات غتربحوا الاسهم عند ربي، نتوما ما تربحوش وخليونا ندوزوا هذا رمضان بسلام، وكيتكلم على التصدير ولا يعني ما كتحشموش؟ ايه على دوله. تضييق امني كبير جدا على جميع الجزائر، اما كاينش اللي فلت ما كاينش اللي دخل وما كاينش اللي خرج بلا ما يتقلب، حضور امني مكثف وتقول ما عرف شنو كاين. وهذا الحضور الامني اللي دايرينو في جميع الجزائر وكاع ما دايرينو في السعوديه في الحج، ولا بصبع ما كاينش، تبغي دير الجمعه وتصلي الجمعه وتخرج دير الحركه والو، دير الحركه
يقرقبوا عليك. وركزوا معايا على واحد النقطة مهمة، هاد القضية ديال افتتاح الجامع ديال الجزائر قبل رمضان راه هي باش يتدربوا ويترينيو، يلا يوجدوا راسهم لصلوات التراويح، الناس غيكونوا كثار ويقدروا يقلبوها حرام. اما كاينش اللي يتحرك، حضور امني مكثف رهيب جدا واكثر من الحضور الامني ديال مباريات كرة القدم. وشنو صاري في الجزائر؟ تفتح باط هكا تلقاها فارغة، تفتح بريطة كوكا تلقاها فارغة، تفتح كارتونة الريحة سانسون آن تلقاها فارغة، تفتح كارتون تاع الموبيل هذا تلقاه فارغ. ما فهمناش حنا واش كاين، والله غير ما فهمنا اللي فهم يفهمنا. هذاك هذول هذوك الناس الكيوت، هذوك عديمي الضمير والاخلاق اللي كيشجعوا التمور الجزائريه وضد في المغاربه، تيخرجوا يديروا فيديوهات وحنايا كناكلوا التمور الجزائريه وكنبيعوا التمور الجزائري، والناس كيغشوا في البسكوي، والناس كيغشوا كوكاكولا، وكوكاكولا العالميه كتباع القرعه ديالها خاويه، والناس كيغشوا بهذه الطريقه هذه. عاد غيتقاو الله في التمر اللي كيبيعوا لكم نتوما، التمر مسقي بواد زيغو يعني بالواد ديال الحار، التمر مسقي بمياه مشعه نوويه، التمر كيتصبغ بمواد مسمومه، مواد ليست للاكل. واش التاجر الجزائري باع لك شوكولاته خاويه النص ديالها خاوي وتيغش الجزائري بحاله، عاد غيتقى الله في واحد مغربي غيشري عنده التمر؟ مقاطعه التمور الجزائريه واجب وطني، وتشجيع المنتوج الوطني واجب وطني حتى هو. تبون صافي من حيث راس غير كان فيه بالشرط، شاف خيانة، شاف تاميش درميز عام هرب عليهم. تبون رجل متعقم هنا، تبون رجل كبير، قلت تبون يسلك هذا الوقت، تبون طالع الاقتصاد، تبون ترى اللي شتاه انا عجبني قلت راه يعرف يهضر. والمهم واخا الفيديو قديم شويه، ولكن شفت مؤخرا بزاف التضييقات على عبد المجيد كذبو، مرات يخرجوا لي الاخبار كتخلعوا ديال تاجيل الانتخابات، مرات يقولوا النظام العسكري متردد واش يدير عبد المجيد كذبون ولا يدير شي واحد اخر بلاصتو. المهم باش نرفعوا لي شويه المعنويات ديالو ونطلعوا لي شويه المعنويات ديالو، جبت لي هذا الفيديو واخا قديم، ولكن دائما تحيه كذبون وحنا معاك في الولايه الثانيه ان شاء الله. برك برك برك. أقسام تعليمية تعاني من اكتظاظ التلاميذ، هكذا هي الوضعية البيداغوجية والمهنية لبعض المدارس بولاية بجاية. كاين اللي غايقول لي وحتى المغرب كاين اكتظاظ في المدارس، وعارف بأنه في بعض المناطق وفي بعض المدارس كاين اكتظاظ، وتانا راه ولد المدرسة المغربية من الابتدائي حتى الجامعة. غير هو حنا راه هنا كنتكلموا على دولة عندها البترول والغاز، واش عرفتوا شحال كتدخل الجزائر غير من النفط يوميا والغاز يوميا؟ راه ميمكنش شي واحد يتقبل ان المدرسه في الدوله اللي عندها البترول والغاز يكونوا فيها 56 64 واحد وهذا الاكتظاظ هذا. راه ميمكنش شي واحد يتقبل في العالم ان دوله كتعطي مليار دولار سنويا للبوليزاريو من غير داكشي القديم، بلا ما نحسبوه كل عام. 2022 عطاهم مليار دولار، 2023 عطاهم مليار دولار، 2024 غادي يعطيهم مليار دولار. هاد الدوله اللي كتصرف هذا الكم الهائل من الفلوس على الاسلحه وضد المغرب وكيعطيو الرشاوي، هاد الدولة المدرسة ديالها مكتظة. بلا ما نتكلموا على البنية التحتية ديال المدارس في الجزائر، حديت ولا حرج، باقين عندهم الطاولات ديال ديكور. ولكن السؤال المطروح، بلاص ما ديروا مثلا تمثيلية لجمهورية الريح وتعطيوهم هذاك الفيلا في واحد الحي راقي، كنتو مثلا هذاك الفيلا تقلبوها مدرسة، تخفف لكم غير شوية الاكتظاظ. ولكن الميزيرية وتحية البوليزاريو، والميزيرية وتحية جمهورية الريح. أكيد هي المرأة الأولى التي نفتح عيوننا عليها هي الأم الكريمة رحمها الله رحمها الله، فهي التي فعلا ساعدتني مع أبي وإخواني أخواتي، وسرعان ما شاهدوا أنني أهتم بشيء لا يهتم به أي إنسان آخر. وانا دائما انتوا شحال كنتوا عائله يعني في العائله اخو واخوات؟ والمقدم وحنا شحال كنتسناو شي خرجه اعلاميه ديال بوناطير وهذا، وانت دابا هي حرمتي علينا. يلا كنبغي يقول لك سرعان ما اكتشفوا وانت تقطع لي الكلام ديالو، وخلينا نشوفوا شنو سرعان شنو ما اكتشفوا شنو. كنا زوج اخوات وخمسه اخوان،
والأب والأم ما شاء الله طبيعة يعني. الحال ولكن سرعان ما شاهدوا أنني في عائلة العلماء كلهم يعني متحصلين على شهادات وكذا. واش حالتي نقاز؟ واش حالتي طير هذا المقدم هذا؟ وعاود ثاني بوناطيرو دار لي الدوره وقال لي سرعان ما شاهدوا ويقطع لي كلام ديالو ويسولو ما خلاش يكمل. وتخلي بوناطيرو نشوفو شنو واش فاق الصباح بدا تيهضر مع الطيور ولا بدا تيهضر مع المشاش ولا شنو سرعان ما اكتشفوا شنو. والمقدم ما تبقاش تنقز صاحبي ولا انت الوحيد اللي خرجت هكذا يا يعني المستوى العالي كله انا الوحيد انت اللي ديته اخواني جامعيون جامعيين يعني لاباس بهم ايضا وكما قلت ما هماش مشهورين كما مشهور لوط بوناطيرو هذه حتى أنا لم أكن أتوقعها يعني هذا فضل من الله سبحانه العلم اللي أكرمني به ولكن سرعان ما لاحظوا كل الناس حتى أهل الحي اللي كنت أقيم فيه أنني أهتم كثيرا بالرؤية إلى القمر والنجوم في الليل وتحدث عليهم كثيرا فالناس لاحظوا وأنا صغير أنني مخالفة في الاهتمام بالنسبة لي طيب ومسكين عدب بوناطيرو تقول لي سرعان ما شاهدوا تقطع ولكن الثالثة ثابتة كيف ما تقولوا وقال لي سرعان ما شاهدوا أنني أهتم بالقمر وبالنجوم رانا أصلا عارفكم نتوما فضائيين في التفكير ديالكم راه هذا الشيء راه قال لك منذ الصغر منين تزاد اكتشفوا أو عفوا منين تزاد بوناطيرو سرعان ما شاهدوا أنه يهتم بالقمر وبالنجوم المهم المقدم قدر معنا مزيان وبقى تجيب ديما هاد بوناطيرو مره باش يقولنا سرعان ما منين تولدت هضرت مع الام ديالي وهضرت مع الطيور راه كان قالها شحال هادي وراكم شوفوا في القناه. بمناسبه حلول شهر رمضان وكعادتها وباعتبارها مؤسسه مواطنه وتخفيفا لاجراءات تحصيل مستحقاتها قررت سونيغاز عدم اللجوء الى تعليق التمويل بالطاقه على الزبائن المنزليين طوال شهر رمضان المعظم خاصه بالنسبه للزبائن الذين تعسر عليهم تسديد فواتيرهم. ودابا عاد ما فهمت دابا هما الجزائريين موالفين الشركه ديال سونالغاز كتقطع عليهم تريسينتي او كتقطع عليهم الضوء او كتقطع عليهم الكهرباء داكشي علاش اعتقدوا مساكن وتيقوا مساكن بانه فعلا الجزائر غادي تقطع الكهرباء على المغرب. شوف اش جراروي الا نتايا الشركه ديالك كتقطع لك الكهرباء قبل رمضان ورمضان كدير معك المزير بوحده وبعد رمضان غتقطع لك الكهرباء راه حنا دابا في شهر مارس ومازال ما شناش هاد قطع الكهرباء اللي كنتو كتهددونا به مازال الاضواء الحمد لله شاعله في المغرب فين هو هاد قطع الكهرباء ديالك وسير تكمش قبل ما يقطعوا لك الكهرباء اللي ما خلصتيش. الرئيس ولدى وصوله إلى المركز الدولي للمؤتمرات طاف رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بالمعرض الذي أقيم خصيصا لإبراز إبداع المرأة الجزائرية في مختلف المجالات الحرفية التي تواصل خوض تحديات بناء الدولة الحديثة مناسبة على أهمية المرأة في بناء الأسرة وتنمية المجتمع يؤكد دائما. في المواقع المغاربة كيسرقوا من الجزائر في المواقع التزليج تاعنا احنا في الجزائر في المواقع طاجين والطباصل وداكشي ديال الخزف وداكشي ديال القفطان وداكشي ديال التراث الجزائري كيسرقوا المغرب ولكن في أرض الواقع الرئيس شحال من مره مشى شاف هاد الناس هادو ديال الصناع التقليديين بين قوسين شنو كنلقاو كنلقاو هادوك الميزاريات اللي كيتصابوا في اليوتيوب اللي كتلقى شي مكسيكيه كدير لهم الطريقه تنقلوا منها كنلقاو شي واحد مصاوب الشمع واش دابا بالله عليكم الرئيس كيزور واحد السيده كتصاوب الشمع وكون غير كان شي حاجه ديال الشمع التقليدي وشي حاجه كدير فيها الشمعه كيحطوا لها داك الشمع العادي اللي كيتباع في ايكيا اما واحد القرعه ديال الزيت شدك دبون وتخشع معها ما بغاوش يقولوا في التلفازه ديالاش هذاك الزيت واش زيت العتروس ولا زيت بوجغلولو ولا زيت العنكوريه اللي خرجوها من الجراروه ولكن هذيك اللقطه ديال شوفوا انا عبد المجيد كذبوش هذه القرعه وراه ربما المغاربه يفهموا بانه زيت ارغان اللي ما عندناش الشجره ديالو مدام صراحه وشنو هي الهديه اللي يعطيها لك راجلك في عيد المراه الزوج تاعي جاب لي ان بوكي دو فلور وان بارفان الام اللي فات جاب لك هكا ثاني تمدار يجيب لك هكا كل عام جو سي نوفو ماري عندي سنه عامين الاول معاه
باش عرفتوها كتكذب، غير قولوا لي اخوتي المغاربه من شي هذا المقطع باش عرفتوها كتكذب. اما واحد الفرنسيه وكتزاوج وكترغب، كيفاش جو سوي نوفو ماري؟ راه جو سوي نوفو ماري راه دخلك للحبس، راه هي معناتها واحد مزوج بواحد. كيفاش جو سوي نوفو ماري؟ فين هو الفيمينا وفين هو الماسكولين؟ ولكن تنشوف فيكم عايقين بها كتكذب. ها قولوا لي كيفاش عقتو بها بانه ما جاب ليها لا بوكيت الورد لا بارفان كيف ما قالت. كيجيب لي ورده ديجا صافي بليزير، ماشي اوبليجي زعما يجيب لي عفسه كبيره ولا. وراه عندكم الصح، راه كانت كتكذب في الاول، قالت لي بوكيت الورد وبارفان من الفوق، في الاخر في نفس الروبورتاج قالت لي جاب لي ورده وما بقاش جاب ليها البارفان. المهم معليش معليش الي نوفو ماريي، معليش معليش مدام. صراحه وشنو هو وشنو هي الهديه اللي مداري يهديها لك راجلك في عيد المراه؟ هي هذا العام الاول تاع عيد المراه معاها وانا مزوجه، واليوم جاب لي ورده حمراء و سي مون كادو بريفيري. هذيك اللعبه ديال بلا احراج، كلهم اي وحده في الجزائر غتسولها التلفازه غتقول لها يلا تزوجت هذا العام، غير باش ما يسولوهاش شنو جاب ليها العام الفايت حيت ما جاب ليها والو. والناس مدابزه مساكن مع الاسعار ومع الحليب ومع اللوبيا ومع العدس، ما بقى لهم غير في عيد المراه يجيبوا بارفان ويجيبوا بوكيت الورد. المهم دابا تاكدنا كاينه ازمه الورود، هاد السيده هذه اللي تا هي عاد المهم عاد 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 زوجات هذا العام هذا، راه جاب ليها غير وريده وحده فقط. من الصراعات اللي تشقها واللي باش يكون عندها تاثير مش على ليبيا برك، راه تونس تتاثر عندما تتاثر ليبيا، والجزائر يوجعها راسها غادي تونس تاخذ دولي برا لهنا. دونك دابا هذا الكلام ديال التونسي واش ندخلوه في اطار داكشي ديال الاخت الصغرى والاخت الكبرى والتعاون، ولا ندخلوه في اطار التنيز؟ دابا علاش ما قلتيش تونس كيوجعها راسها والجزائر تاخذ دولي برا؟ باش عرفتي بان الجزائر ديما موجوعه في راسها؟ دابا التونسي هذا جايك حلاوي عميها، جا بغى زعما يبين لهم بانهم زعما راه اخوه ومعاونين، هو يفضح الجزائر ديما مسكينه دارها راسها مع المغاربه داروا ليها الشقيقه. لا كومونيكاسيون اليوم ماراكش، ما راناش في القهوه، في القهوه نقدروا نتكلموا هكذا عفويا وتقول ونقول، ولكن عندما نكون امام شاشه وجمهور عريض يشوفنا لازم نحترموا المشاهد الكريم بسلاسة إلقاء الكلمة، ما لازمش تجيب هذوك لي تيرم والدنيا اللي ما يسمحهاش، لأن المشاهد فيه اللي يعرف في اللي ما يعرفش في اللي ما يعرفش الكلام اللي تقدر تلقاه، ولكن أنت تحاول. هذا هو صاحبك اللي تيقول لك شوف ما تكثرش من اللحم راه تيضر، الغد ليك كتلقى شاد واحد شوية في الساق وخدام ما كاين غير اللحومات. وراه انت براسك اللي كتنصح الاخرين ما كتطبقش النصائح ديالك. ها انت في الكلام ديال قلتي الكومونيكاسيون بالفرنسي وانت كتكلم بالعربيه، قلتي لي تيرم بالفرنسي وانت كتكلم بالعربيه، خربقتي هذاك الكلام اللي قلتي. يعني كاين اللي يعرف لي تيرم وكاين اللي ما يعرفهاش، كاين اللي يعرف الكومونيكاسيون وكاين اللي ما يعرفهاش، فقبل ما تنصح الاخرين نصح راسك. المهم دابا نايضه ضجه كبيره من بعد هذيك الشوهه اللي شوهات موريتانيا فاش نط لهم وقالت لهم اتهمتوا المغرب بانه كيمول المنتخب الموريتاني وكانت هدداتهم بقطع العلاقات. من تما ترباو وناضوا دابا نايضين نوضه وحده للاعلاميين الرياضيين في الجزائر، تيعاودوا لهم التربيه، داروا لهم تكوين وتيهاجموهم وتيقولوا لهم ما تبقاوش غير تخرجوا وتهضروا وتقولوا، ماشي على فوز القجع ولا المغرب، داكشي غادي يستمر ومستمر، واي حلقه واي برنامج كيدقوا على المغرب، ولكن داكشي اللي وقع لهم مع موريتانيا ما بغاوش يتعاون. غير هو هذا السيد اللي جبتوه باش يهاجم الاعلاميين او المخللين الرياضيين في الجزائر، راه براسو خصو يتعاود يتربى ويتعاود يتعلم ويتعاود يتكون ويدير بالنصائح ديالو هو الاول قبل ما يقول الكومونيكاسيون او لي تيرم. كي تزيد ان دينار دو دينار وزدناها في رمضانات كثيره اللي فاتت، يعني ما غيرت ولا شيء في 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 يومياتنا، لكن هذه المره راح تدير واحد يعني الاثر ايجابي وايجابي جدا. تيقولوا واقيلا المندبه كبيره والميت فار، دابا هذيك الهيلاله كامله والطليب والرغيب للشركات وكيشكرهم وقال لهم غتدخلوا الجنه وغادي تربحوا الاسهم عند ربي، وفي الاخر نقصوا ليه دينار ولا جوج دينار. شحال تساوي هاد الدينار ولا جوج دينار في القدره الشرائيه ديالك يا خو؟ ووزير التجاره ديال بوزغلوله واش فضحتي راسك وشوهتي راسك وبديتي كطلب في الشركات وترغب فيهم وتزوق فيهم غير باش ينقصوا لك دينار ولا جوج دينار ولا ثلاثة دينار؟ وليني ما كتحشموش وقال لك من الفوق عندنا القدرة الشرائية احسن من الجار. المهم حنا سميتنا المغرب، حنا خصك تقولوا لينا حنا الجار، اما الجار الغدارة راه هي الجزائر. نكتفي بهذا القصف، كان معكم حاتم المرابط، مبروك عواشركم
والسلام عليكم.